نادي الصد القطري هو فريق اهلي دبي الاماراتي. تمشي كرة للشلهوب، شلهوب في الانتظار للانطلاق، كرة ممتازة، القحطاني كرة 1-0، يضرب ويسجل، إنه الكاسر، إنه حديث الناس، إنه المتكلم بالقدم وبالرؤوس، يسجل الأهداف، 4-5 دقائق كانت كفيلة للزعيم ليؤكد الزعامة، 1-0 النصر في السيمي فاينل، أغلى البطولات، كأس الأبطال لخادم الحرمين الشريفين. فرحة عشاق الهلال هنا في استاد فهد، هدف جميل جدا، هدف ملعوب، الباس والاسيست كان في العمق، يفلت وينفلت القناص، يضرب الكاس اللي يسجل ويرتفع مرة أخرى شعار الزرق، شعار الزعيم الهلالي. شوف الكورة، خطر كبير، عبدو برناوي يوصل متأخر ويتقدم بكورة ولا أحلى، برازيلي في التمرير، البرازيلي جولياتور، 1-0 نادي النصر. شوف الكرة بالهدف، ضرب الكرة ممتاز، لعب كي برشا، ياسر القحطاني يعمل في خطوات البولو، ما عندوش مشكل هو انه الهلال النصر يلعب ناقص 1 و2، هذه ظروف بطولة، هذه مباراة تتواصل مع خطيرة. رمية جانبية راحت اوت في صالح الهلال، الرمية الجانبية للزوري على الجهة اليسار، عبد الله الزوري يعطي الكرة للخثران، الخثران يفقد الكرة للفريد، لعبها الصح للقحطاني، الله ياسر القحطاني، ياسر القحطاني سيد الكل، كلمة واحدة، كلمة واحدة هي النافذة في المباراة، ياسر القحطاني، ياسر القحطاني السهم القاتل، ياسر القحطاني الراس القاتل، الله 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 الله, الله, الله.